أصدر رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي قرارات جمهورية، منها قرار جمهوري بإجراء تعديل وزاري في 9 وزارات حكومية، وقرار بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة منصر صالح القعيطي ونقل مقر البنك الرئيسي من صنعاء إلى مدينة عدن. أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في بيان له على الالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، كما أكد على أهمية الحل السياسي في اليمن وفقا للمرجعيات المتفق عليها. ورحب المجلس بإعلان الحكومة اليمنية موافقتها على اتفاق السلام الذي اقترحته الأمم المتحدة في ختام مشاورات الكويت، وعبر عن أسفه لرفض الانقلابيين للاقتراح، وطالب الدول الراعية للسلام في اليمن ومجلس الأمن بالضغط على الانقلابيين للتوقيع عليه. استعادت قوات الجيش الوطني عدة مواقع في المناطق الواقعة بين كرش وشلجة تابعتين لمحافظتي لحج وتعز، وذكرت مصادر عسكرية أن قوات الجيش الوطني استعادت السيطرة على منطقة الحويمي ومرتفعات جبلية وتواصل تقدمها نحو مدينة الراهدة تابعة لمحافظة تعز. تواصلت المعارك بين الجيش الوطني وميليشيات الحوثي وصالح في الصرواح غرب محافظة مأرب، ودمر الجيش عربة مدرعة للميليشيات صباح اليوم. وكانت مصادر ذكرت أن قوات الجيش تمكنت من أسر عددا من العناصر الحوثية بينهم قيادي ميداني يدعى صالح ناشل. دكت مدفعية الجيش الوطني مواقع الميليشيات الحوثي وصالح في مديرية بيحان غربي محافظة شبوة ردا على قصف الميليشيات. اندلعت مواجهة عنيفة بين رجال المقاومة وميليشيات الحوثي في مناطق نوفان وبلاد آل الجوف بمديرية القريشية تابعة لقيفة رداع محافظة البيضاء. استهدفت مقاتلات التحالف مخازن أسلحة وتجمعات لميليشيات الحوثي والمخلوع في معسكري الخرافي وضبوة بالعاصمة صنعاء ومعسكري مدحميد ووادي محاقم والعاصمة.